كيفكم حبايب قلبي؟ اليوم بدي عم حضر لتحدي لأعمله بين نتالي وجوليا وعلي. خليكم معنا مشان نشوف التحدي. مرحبا، انا اسمي نتالي. انا اسمي جوليا. انا اسمي علي. برافو. اليوم شو بدنا نعمل يا اولاد؟ رح نسوي ارت كومبيتيشن. واو، رح نعمل تحدي الرسم. جهزنا كل الالوان، كل واحد يفرجيني رسمته. اوه، انت علي، انت مبلش فيها يا علي؟ وانت يا جوليا كأنك بلشتي فيها. يلا لحا قول 1 2 3 ولح تبلشوا التحدي. اوكي يلا 1 2 3. طبعا نسينا انه نقول انه معكم بس 3 دقائق. يس. واو، رسمة نتالي كتير حلوة. فرجيني على رسمة علي. واو، ما احلاها. واو، فرجيني على وجهي. لازم ترسم شوي شوي. برافو، لا تطالع برات الخط يا علي، بعدين اخواتك بيفوزوا عليك يا علي. لا لا، شوفوا رسمة نتالي. ما بدك تغير اللون يا علي؟ ما بدك تغير اللون؟ بدك تخلي نفس اللون؟ اوكي. طبعا الحكم رح يكون ماما او المتابعين، كل واحد بيكتب لنا مين برايكم هو اللي فاز. شو رايك علي؟ تشيس. هذا اسمه تشيس. واو، هي لعبته المفضله لعلي. برنامجه المفضل شو اسمه؟ مارشال. اوه، هذا اسمه مارشال. واو، شو حلو. شوف الرسمة عن جوليا كتير حلوة. طبعا المرة الجاية رح اكون معكم بالتحدي، رح اخلي حدا تاني يصورنا. اوكي، بتحبوا تفوت ماما معكم بالتحدي؟ اوكي. بصراحة انا مالي رسامة وفنانة، بس بيطلع معي شوية رسومات حلوة. طيب اوكي علي، ما بدك تغير اللون؟ ما بدك تغير اللون اللي عم ترسمه؟ اي حط غير اللون البني يا ماما. شو جوليا؟ نشوف رفقاتك شو رح يحكموا. انو رسمة حدا احلى؟ شكله مبينة نتالي عم ترسم بفن، ومبينة جوليا عم ترسم كمان بفن. أما الأستاذ علي فهو عم يرسم بابتشوب. مثل ما لكم شايفين، الكل معموق ومشغول بالرسمة. نشوف الرسمات الحلوة. فرجيني علوشة رسمتها. أوه، شو حلوة هالرسمة يا علي. واو، انتي يا جوليا؟ وين الشوارب؟ فرجيني يا مومينا. هذا عنده شوارب؟ واو، شو حلوين هالشوارب. هو راسم الوان بس لون بني يا علي. عندك كتير الوان لازم تختار، بس مو بس اللون البني. اوكي. هاي للفائز الأول، للفائز الثاني، وللفائز الثالث. والآن كلكم خلصتوا، فرجوني أشوف كل واحد يحمل رسمته ويفرجيني إياها. أول رسمة. واو واو، فرجيني تبع علي. واو، ما أحلى. هيك ماما تشي. واو، شو حلو. واو، شو حلو. هاي رسمة جوليا. واو، هلا كلياتكم ربحانين، بس الفائزة الأولى، الجائزة الأولى جوليا، مو إليك، الجائزة الأولى لنتالي، الجائزة الثانية لعلي. ما بدك من هاي؟ شو بدك لك؟ طيب اعملوا حجرة ورقة مقص، نحن نشوف مين بياخذها.
قريبة كثير على الشاشة. سويت كله لوان وكله رسم وكله أخذ جائزة وانبسط، ما هيك؟ وانت علوشة؟